أسعد الله أوقاتكم. سأتحدث في هذا الفيديو عن تحليل السمرانية بشكل تفصيلي ومعمق. تحليل السمرانية: حرف الراء حرف مائي، حرف الألف حرف ناري، حرف النون حرف ترابي، وحرف الياء حرف ترابي، وحرف الألف حرف ناري. جميع أحرف هذا الاسم نورانية، وهي تدل على الحماية. طبيعة هذا الاسم هي طبيعة مائية وطبيعة ترابية. هذه الطبائع تعزز بعضها البعض لتعمل على التوفيق في الحياة. بداية الاسم الراء والألف تدل على استقرار أمور رانية مبكرا. حرف النون والياء، طاقة هذه الحروف تعطي صاحبة هذا الاسم الحركة والحيوية والتغييرات المفاجئة السعيدة. على رانيا الانتباه على صحتها، لأنها بفترة من فترات حياتها سوف تعاني من وعكة صحية. بشكل عام، رانيا تتمتع بالاستقرار في مجال الحب والمال والصحة. طاقة هذا الاسم قوية ورائعة. ننتقل الآن إلى شخصية رانيا. شخصية رانيا هي شخصية حساسة، قد تكون كثيرة البكاء. تتميز رانيا بابتسامة على وجهها، مما يجعل الجميع ينجذب إليها ويقع في حبها من الوهلة الأولى. رانيا تحب أخواتها جدا. تعتبر رانيا أخواتها في المرتبة الأولى، وهم أولوية في حياتها. تعمل رانيا على إسعاد أخواتها وتحقيق كل ما يتمنونه. تهتم كثيرا لأسرتها وعائلتها. رانيا من النوع الذي يحب البقاء داخل المنزل ولا تحب الخروج كثيرا. نلاحظ أن رانيا تخرج من المنزل للضرورة فقط. تعتبر رانيا كرامتها بالمرتبة الأولى ولا تقبل الإهانة من أي شخص. تنجح رانيا في حياتها وتعتمد على نفسها أيضا. تهتم رانيا بالأماكن الأثرية وتفضل زيارة المتاحف. تميل رانيا للقراءة وللأدب، فهي مثقفة جدا. تحب رانيا الترتيب في حياتها. تفكر جيدا وتخطط قبل الإقدام على فعل أي شيء. تقدم المساعدة لأصدقائها وتتعاون معهم. تتميز شخصيتها بالاستقلالية. شخصيتها عاطفية وحنونة. لديها طاقة إيجابية وجاذبية، فهي تترك بصمة بالقلوب. يتناسب هذا الاسم مع البرج الترابي. لكي يصلكم كل ما هو جديد، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الإعجاب. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع رانيا. بإمكانكم التواصل معي على رابط التليجرام الموجود في صندوق الوصف. للحصول على أسبقية المشاهدة
الرابط موجود في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت أسفل هذا الفيديو. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.